اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهوريه للمشروعات القوميه والاستراتيجيه، والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتوره هلا سعيد وزيره التخطيط والتنميه الاقتصاديه، والدكتور محمد معيط وزير الماليه، والسيد هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام، وسيدة نيفين جامع وزيره التجاره والصناعه، واللواء محمد امين مستشار رئيس الجمهوريه للشؤون الماليه. ولواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة خطة الحكومة لبرنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة. وعرض السيد وزير المالية بصفته مقرر لجنة الطروحات خطه الدوله لبرنامج الطروحات حتى 31 من ديسمبر من العام الجاري مع تحديد الشركات المرشحه في هذا الاطار لتداول اسهمها في البورصه المصريه كما استعرض السيد محافظ البنك المركزي مساهمه القطاع المصرفي في برنامج الطروحات خلال الفتره القادمه وقد وجه السيد الرئيس باستمرار الحكومه في برنامج الطروحات خلال الفتره القادمه لتوسيع قاعده الملكيه في البورصه المصريه وجذب الاستثمارات المباشرة مع مراعاة تنوع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية أضاف المتحدث الرسمي أن سيد الرئيس اطلع أيضا على خطة الحكومة فيما يتعلق بصناعة السيارات موجها سيادته بمواصلة العمل على تعميق التصنيع الوطني للسيارات الكهربائية خاصة الصناعات المغذية لها وذلك لمواكبة الاتجاه العالمي في هذا الإطار كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتوره رانيا المشاط وزيره التعاون الدولي الاجتماع تناول متابعه استراتيجيه الدوله للتعاون مع الشركاء الدوليين في مختلف المشروعات القوميه التنمويه وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بتعزيز التعاون مع شركاء التنميه الدوليين في موضوعات البيئه والتحول الاخضر بما فيها ما يتعلق بالمشروع القومي للدوله للنهوض بالبحيرات على مستوى الجمهوريه والحفاظ على التنوع البيولوجي بها كما وجه السيد الرئيس بتحقيق أقصى استفادة من التعاون التنموي لدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام فضلا عن تعزيز التنافسية وتحفيز دور القطاع الخاص في زيادة معدلة النمو إلى جانب تعزيز جهود الدولة للاستثمار في البنية التحتية ورأس المال البشري من خلال مبادرة حياة كريمة مع الاستمرار في نشر تجارب النجاح التنمويه في تلك القطاعات من خلال المنصات الدوليه المختلفه من جانبها استعرضت الدكتوره رانيا المشاط ابرز جهود التعاون الانمائي مع الشركاء الدوليين لحشد كافه اشكال الدعم اللازم للمشروعات التنمويه الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات بالدوله وذلك من خلال استراتيجيات التعاون الانمائي التي تم اعدادها بمشاركه كافه الجهات المعنيه من حكومه وقطاع خاص ومجتمع مدني والتي تاخذ في الاعتبار اولويات الدوله اتساقا مع برنامج الحكومه مصر تنطلق والاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان والمبادرات الرئاسيه المختلفه ذات الصله خاصه مبادره حياه كريمه حيث تضمنت ابرز تلك الاستراتيجيات استراتيجيه التعاون الجديده مع البنك الاوروبي لاعاده الامار والتنميه حتى عام 2027 فضلا عن الاطار الاستراتيجي للشراكه مع الامم المتحده من اجل تحقيق التنميه المستدامه بالاضافه الى جهود تعظيم الاستفاده من التعاون مع الاتحاد الاوروبي وكذا تعزيز الشراكه مع بنك الاستثمار الاوروبي كما عرضت السيده وزيره التعاون الدولي ابرز نتائج ومخرجات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الانمائي والذي انعقد تحت رعايه السيد الرئيس بالقاهره في سبتمبر 2021 حيث تم تاكيده في البيان الختامي للمنتدى على أهمية تعزيز التعاون الاقليمي فيما بين بلدان الجنوب وكذلك تطوير القدرات الشبابية في ريادة الأعمال والتكنولوجيا إلى جانب مشاركة القطاع الخاص في التنمية. كما اطلع السيد الرئيس على آخر التطورات فيما يتعلق بالموقف التنفيذي لعدد من المشروعات والتمويلات التنموية على مستوى الجمهورية، والتي تسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة. خاصه ما يتعلق بمشروعات التغير المناخي وكذا دعم مبادره حياه كريمه